لو تقترب الكاميرا أكثر تحكي لنا بس أنتو أولا أتعرف عليك. عبد الإله طاهر من اليمن. أهلا وسهلا. سهلا فيك. كم عائلة لديك تحت الأنقاض لكم؟ والله لنا 4 أشخاص. من هم؟ زوجة ابن خالي وأختها ولدها وبنتها، بنتها عمرها سنة. عمرها سنة؟ نعم. في أي بناء؟ في السادس، البناء اللي هنا. وقربوا يوصلون للضحايا، قربوا الإنقاذ، الله يعطيهم العافية. آمين يا رب. إيش طمنوكم؟ في أصوات من هناك تصدر، في إشي، في أي بشائر بأنهم أحياء؟ والله لا نعلم، لا إحنا ولا هم، ولكن عملية الإنقاذ 24 ساعة شغالين، الله يعطيهم العافية، الحمد لله على كل حال. طيب سمعت إنه في حد من العائلة جسده واضح أو مبين، صح؟ أطراف من جسده؟ نعم. من فيهم؟ أمين. كم عمره؟ 17 سنة. يعني هو توفى؟ الله يرحمه. تأكدت وفاته؟ الله يرحمه. وعزائنا لكم. الحمد لله. في عائلات كثيرة تحت هذا المبنى؟ نعم نعم، في عائلات كثيرة والحمد لله، وزي ما تشوفون ما بيدنا شيء، وعملية الإنقاذ 24 ساعة، الله يعطيهم العافية، ما قصروا، كل شيء موفرينه، كل الخدمات موفرة، وهذا أمر الله. طبعا طبعا، والنعم بالله. طبعا أنتوا متواجدين من أول لحظة يعني. نعم. من مدينة ثانية. الأب أب الأسرة لم يكن موجود، صح؟ لا، كان في أضنة، كان في مدينة أضنة. لحظة وقوع الزلزال. لحظة وقوع الزلزال، طبعا الزلزال عندنا وهنا، بس عندنا الأضرار أخف، فأجينا لهنا الحمد لله. هذا يعني نعزيكم بمن تأكدت وفاته، ونتأمل أنه البقية يكونوا على قيد الحياة إن شاء الله يعني. طب أنتوا أين تباتون؟ تباتون هنا يعني، متواصلين في البقاء هون؟ نعم نعم. في سياراتكم؟ سياراتنا، ومنتظرين إلى أن الله يفرج علينا إن شاء الله. يفرجها قريبا إن شاء الله.